هنا هيك اخر طريق الخطر من النقطة هذه وارجع في ظهري لورا الموت راح مع اصوله. لا احنا بنمشي ما يقارب 7-8 كيلو مشي هذا الدلكيت طول الطريق واحنا ندعي ونتساهد انا اولادي وعيلتي. قبل هيك كان مرقت سيارات وتم قصف اي سيارة. الحمد لله على كل حال الناصة الوحيدة اللي لقيناها سمعت كثير في طرق الموت وغابات الموت وبحر الموت. لا عندنا صارت طريق الموت عندنا في غزة. ساعات اللي كانت تحكي امبارح انه اليهود بينزلوا وبيفتشوا الناس وبياخذوا عتادهم وبياخذوا اخر نقطة هاي اليهود ورا هاي الدبابات ورا اليافطة هذه تقريبا ب 20 متر 30 متر شارع. شفت في الشارع دبابات وجثث وسيارات محروقات وبنات ميتة ورميين جثث مقطعة